ينضم إلينا الآن نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور. أهلا وسهلا بك معنا. الله يسعد صباحكم. بداية يعني هذا اليوم أنتم تعودون إلى الإضراب وتعليق العمل وهذه هي المرة الثانية. البعض كان يلوح أيضا ويهدد بأن المحامين سيتوقفون عن العمل بشكل كامل في خلال نهاية الشهر الجاري وستسحب المزاولة من كافة المحامين. هل من الممكن أن تكون هذه الخطوة التالية أم لا؟ يعني حقيقة أن نقابة المحامين مستمرة بتعالياتها الرافضة للتعديلات التي وردت على قانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والإجراءات الجزائية، وكانت هذه الاعتراضات من بداية شهر 7 وحتى تاريخه. مجلس النقابة قرر بالأمس على أن يكون اليوم أيضا هو استمرار لتعليق العمل أمام كافة المحاكم، مع وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بحياة المواطن والمحامي والتي لا يمكن تأجيلها لفترات طويلة، وبالتالي استثنى بعض الأمور التي تهم المواطن الفلسطيني. بخصوص ما تم الدعوة إليه في آخر شهر 7 يوم 31/7 وهو الاجتماع الهيئة العامة الغير عادي، وذلك بهدف إدراج أو نقل أسماء المحامين المزاولين الطوعي إلى سجل غير المزاولين، وبالتالي لن يكون هناك محامين في فلسطين، وبالتالي سيؤثر ذلك على كافة المحاكم، حيث يوجد الكثير من القضايا في الاستئناف والنقض والجزاء والإجراء والجنايات لا يمكن أن تنعقد المحاكمة دون حضور محامي، وبالتالي كخطوة احتجاجية على هذه القوانين التي تمس المواطن الفلسطيني قامت نقابة المحامين بالإعلان عن هذا الاجتماع، وإن شاء الله في تاريخ، ونتمنى بأن لا نصل إلى هذا التاريخ، ولكن إن شاء الله في حال عدم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين العادلة التي تهدف إلى السلم الأهلي وتهدف إلى حفظ الحقوق والحريات والحفاظ على المجتمع الفلسطيني، سيكون لنقابة المحامين الفلسطيني العديد من الإجراءات أيضا ما قبل أن نصل إلى هذا التاريخ. نعم، ربما أيضا كما قلت بأن مطالب النقابة تمس المواطنين بشكل مباشر وليست فقط مخصصة للمحامين، بمعنى أنها ليست بهدف رفع الرواتب أو الحصول على علاوات أو أي امتيازات للمحامي، وإنما هي تمس الشعب، وبالتالي شاهدنا أن هناك التفاف شعبي كبير ولافت أيضا على الشارع. هل كل ذلك قاد بشكل أو بآخر إلى تدخل رسمي من قبل الحكومة للتواصل معكم أو أي جهة رسمية أخرى من أجل تخفيف وطأة الأوضاع الحاصلة أو التفاوض للوصول إلى حل؟ بداية يعني في كل الموضوع وكل الاعتراضات والاحتجاجات والفعاليات لا يوجد لنقابة المحامين أي مطالب خاصة نهائيا، ولا تتعلق هذه التعديلات سوى تعديل واحد في المحامي بشكل شخصي. كافة هذه التعديلات هي يعني تؤثر سلبا على حياة المواطن الفلسطيني وتمس حقوق وحريات المواطن الفلسطيني، وبالتالي ليس لنقابة المحامين أي علاقة مباشرة بتعديل هذه القوانين، بل بالعكس قد يكون مصلحة النقابة ومصلحة المحامين هو سريان هذه القوانين لما تضمنته من بعض الأمور التي قد تخدم مهنة المحاماة والمحامي، ولكن الموضوع أساسا هو المواطن الفلسطيني. فيما يتعلق بالمفاوضات، صحيح أن الرسالة التي وجهها مجلس نقابة المحامين إلى فخامة الرئيس، استجاب فخامة الرئيس لهذه الرسالة وقد أمر بانعقاد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وهو المجلس الذي يهدئ يعني من الأساس أن تكون هذه القوانين قد صدرت عنه، ولكنها صدرت دون علم هذا المجلس، ونقابة المحامين على عضو في هذا المجلس، واليوم يوجد اجتماع الساعة 1 لهذا المجلس لمناقشة هذه القرارات وقانون وإرجاء تنفيذها لموعد آخر لحين الاطلاع عليها وتعديلها وفق الصالح العام. نعم، اليوم أنتم تواصلون الإضراب وتوقفون العمل في المحاكم، هل هناك خطوات قريبة أخرى مشابهة لذلك أم أن العمل سيكون كالمعتاد في الأيام القادمة؟ هلا الموضوع يتعلق هو كون اليوم الاجتماع للمجلس التنسيقي، لذلك فإن نقابة المحامين قد أعلنت عن الفعاليات لهذا اليوم،
كونه يوجد الاجتماع على ضوء ما سيخرج من هذا الاجتماع وما هي القرارات التي سيصدر في هذا الاجتماع، سيكون لنقابة المحامين مؤكد موقف في حال أن هذا المجلس استجاب لمطالب نقابة المحامين العادلة. من المؤكد أن الفعاليات ستنتهي، ولكن في حال عدم الاستجابة لمطالب نقابة المحامين فإن الفعاليات ستستمر وستتصاعد حدتها بشكل أو بآخر، ولدينا الكثير من هذه الأمور. إذن بركت الجهود. نقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.